السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة أي أس تي في. معكم أم ناريمان، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديروا مع بعض الخبز المنفوخ، طلبوه العديد من الأخوات. هذا الخبز يليق للساندويتش تانيك، كما تقدري تاكليه هكذاك نورمال سورتو في رمضان، الناس اللي ما يحبوش البابا في الخبز. باش نديروا هذا الخبز يلزم لنا، أنا هنايا عندي 3 كيسان هذوما تاع 240 ملي، عمرتهم فارينة وحطيتهم، صيريهم لهنايا. ومن بعد ملحي الخليط تاعك عادي كيما تملحي الخبز، خلطي ومن بعد نزيدو المكونات الاخرى. دوك لهنا نزيدي مغرف صغيرة تاع لانيفور، هاي ليك مغرف صغيرة تاع لانيفور، زيدي مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز تكون معمرة مليح باش نفخهولك مليح، هاي ليك، وزيدي مغرف تاع حليب محضر اللي هو حليب الغبرة، وهذه إجباري لازم تكون عندك هاد المغرف تاع حليب لحدة، عمريها هكذا مليح هي ولانيفور، لازم يكونوا في هاد الخبز إجباري باش تنجحي فيه 100%. زيدي خلطي شويه هكذا هاد المكونات تاعك، وزيدي لهم لهنايا 3 مغارف تاع الزيت، زيت المائنة، ودوق حطي الماء دافي ولمي العجين تاعك، حطي الماء هكذا بالتدريج وخلطي حتى تحصلي على عجينة طرية وتكون تلصق، ما تلصقش بزاف في اليد. دوك نوريكم القوام تاعها، حطي هكذا بالعقل ومن طون شغل راكي تعجني فيها وليك. هنا راح يديلك أبوبخي واحد الكاس وربع تاع الماء، هاوليك قوام العجينة اللي تحصلي عليه. قلت لك عجينة تكون طرية، هاي ليك شوفي كيفاش راهي طرية وتلصق في اليد، بصح دوكا غير تعجنيها شوية برك ماشي بزاف، هكذا حطيها فوق البلان طخافاي تاعك وبدا يعجني فيها، عجنيها هكذا غير بيد وحدة والأخرى شدي منايا باش تسهل عليك العملية، دخليها برك في بعضها ما تعجنيش بزاف، هكذا لي دقائق برك راكي تحسيها بلي راهي تلمت صايي ولا ما تلصقش بزاف يدك، هاي ليك خلاص دوكا رجعيها للريسيبيون تاعها، فوالا هاي ليك ولات ما تلصقش، رجعيها للريسيبيون تاعها وخليها تطلع حتى يتضاعف الحجم تاعها ونكملوا الخبز تاعنا. هاوليك الخبز تاعي بعد ما تضاعف الحجم تاعو، شوفوا كيفاه ولا، هنا لازم يدوبلي الفوليوم، هاوليك دوكا حكميه حطيه فوق البلان طخافاي تاعك بلا ما تفشيلو بزاف هذاك الهواء باش ما يعذبكش في الخدمة، حطيه قبل شوية تاع الفارينة ما تكتريش باش ما تنشفيهش تاني. كمي غير هكذا وكسليه باش نقطعوا لو نوع تاع الخبيزات اللي رانا حابينهم. هنا نورمالمون كل كاس يدير خبزه بصح تجي كبيره ما تجيش مليحه، هنا دوك نقطعوهم لهنايا 6 خبزات ومن بعد حكميهم هكذا بين يديك وديريهم كويرات. هادشي دايما البلان طرافاي شويه برك ماشي بزاف باسكو باش ما ينشفش، وحطيهم هكذايا العمليه مع كامل الكويرات اللي عندك،
ومن بعد نبداو نطلقوا فيه. هنا بعد ما تشكليهم كامل الكريات كما قلت لك هكذايا، احكمي دوكا شويه تاع السميد هاوليك، خليهم مادا بك تخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. علاه؟ باش يسهلوا لك برك العمليه كي تكوني تطلقي فيهم، تجيك سهله العمليه، ماشي انت تطلقيه وهما يعاود يرجع لك هذاك العجين كامل خاطرش فيه الجلوتين. هاي ليك حكمي وحده، دوك حطيها في الدقيق لهنايا، السميد يكون رقيق ماشي رطب، السميد رقيق باش تجينا كيما تاع برا. ديري لها هكذا السميد وبداي طلقي فيها عادي كيما نطلقوا الخبز. وطلقيهم هكذاك السمك واحد 2 مليمتر. نصبتيهم يلصقوا، حطي شويه هكذا تاع دقيق وما تكثريش باش ما تنشفيش يجيك هايل. ومن بعد هنا تكوني موجده طرشونه فوقها هكذايا شويه تاع الفرينه ماشي بزاف تانيك. وهنا مادا بك تخدميه بالمدلك، ما ديريش بيدك باش ما يقعدلكش ان بارتي هكذا وحده هابطه وحده طالعه، باش يطلع لك كامل كيف كيف. وكيما قلت لك طلقي هكذايا السمك 2 مليمتر هاوليك، ومن بعد حكمي طرشونه حطي فوقها قلت لك شويه تاع الفرينه وحطيهم. انا هنايا ما نديرش طاجن، واش نحب ندير؟ نحب ندير هذا بابي ابسوربون تاع الكوزينه، نقطع وحده نحط لها شويه برك تاع الفرينه هاي ليك، ولا تحبي ديري شويه سميد تقدري ديري تانيك شويه سميد. ومن بعد حكمي هذيك الخبزه تاعك وحطيها هكذا باش كي تجي ترميها ما يدخل لك فيها لا يدك لا والو هكذايا. باسكو كاين اللي يقيسوهم سواء ملابسين خواتم ولا بيديهم ولا يبيكيوها ما تدخلهمش، ماشي هي ما نجحتش في العجينه، بيكاتها كي صح تطق بها خلاص ما حاش تنتفخ لك في الفرن. حطيها هكذا وخليها وخليهم حتى يعاودوا يطلعوا. تكوني شعلتي الفرن تاعك من قبل، لازم يسخن مليح مليح الفرن اقصى درجه يسخن بيان. ومن بعد واش ديري؟ حطي فيه سنيوه تانيك تسخن، سنيوه قلبيها على القفه تاعها ولا هكذا القدام نورمال، حطيها وخليها تسخن فيه الداخل. اون فوا تسخن طفي الكوشه تاعك من تحت، بعد ما تسخني الكوشه تاعك مليح مليح قلت لك هكذاك واحد ربع ساعه ولا، كي تسخن مليح طفيها وشعليها من الفوق. لي عندهم الفوغ يشعل من فوق ومن تحت تقدري ترمي ديريكتومون حاطي بلاك تنتفخ تمتم تاع تريسيتي يخدم تخي تخي بيان. واللي عندها لا كويزينيير كيما نايا طفي الغاز من تحت وتشعل من الفوق، كي تشعل من الفوق ترمي الخبزة تاعها وتخليها طيب غير من الفوق، تمتم راح تنتفخ ويطيب تمتم هاد الخبز ما يشدش الوقت بزاف. انا دوك نكمل كامل هاد العملية تاعي، نطلق الخبز تاعي نخليه يطلع، نشعل الكوشه نحط سنيوه فيها تسخن ونبدا نطيبو فيه مع بعض ان شاء الله. دوك نبداو نطيبو الخبز تاعنا كيما قلت لكم، شعلوا الكوشه ومن بعد جبدي السنيوه تاعك انت خليها غير من الفوق، طفي لابارتي التحتانيه. احكمي الخبز تاعك هاوليك بعد ما طلع لي ورميه عادي كيما ترمي الكسره. ومن بعد بوسي هيكا تحت النار وخليه باش يطلع، غلقي عليه وخليه هكذايا 3 دقائق ومن بعد حليه تلقايه تقونفلا. هاوليك شوفي كيفاش يبدا ينتفخ كي تحطيه فوق تحت النار، شوفي كيفاش يبدا ينتفخ له، خليه هكذا حتى يتقونفلا كومبليتمون وخليه يطيب من لابارتي هذيك الاولانيه، عاودي قلبيه وخليه يطيب من البارتي الثانيه ونحيه. هاوليك الخبز تاعي بعد ما طيبته دوك لهنا تكوني موجده في طبيسي هكذايا شويه تاع الماء، حطي يدك ومسحيه باسكو شوفي دوك لهنا ويكون هكذايا، بس مسحي هكذا شويه زيدي دوريه وزيدي مسحي هذا الكوتي. ومن بعد حكمي طرشونه تكون نقيه حطيه هكذا فيها الداخل، غطيه بيان وغطيه دوك وحده تمتم دوكا شويه هكذايا يقعد تولي ليه تلقايه ولا لك طري كيما هكذا. هاوليك هاني داك الخبزه الاولى هاي ليك شوف كيفاش تولي لك طريه.
انا دوك نكمل كامل هذه العمليه ونوريكم في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك الخبز تاعي بعد ما طيبته حطيته في طبق التقديم. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. هذا الخبز تبعوا بك الطرق كما قلت لكم وشمخوه في الاخير. هاوليك شوفي كي تشمخيه ما يصالح حتى حاجه ويزيد يولي لك رطب، يجي كيما تاع برا هايل هذا الخبز. وسهل ثاني خاصه لمحبي الخبز اللي ما يحبوش فيه الباب بزاف لداخل، مليح في رمضان ثاني في السخانه تمتم يوجد، في الشتاء برك شويه كي الحال بارد يشد لك شويه الوقت تاع طلوع هذا ما كان. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم. وهاولي كيفاه يخرج، شوفوا كيفاه يجي ما شاء الله. طيبوه غير من الفوق كيما قلت لكم، والداخل هاولي كيفاه يخرج ثاني، يخرج خفيف هايل. هاو شوفي يخرج روعه هذا الخبز ويجي كيما تاع برا. برك تبعوا كيما قلت لكم المقادير وتبعوا الطريقه. ورانا درناه ثاني في كوشه تاع ماشي الكتريك، درناه في كوزينيير عادي ونجحنا فيه. نتمنى ان شاء الله نتوما ثاني تجربوه وتنجحوا فيه. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، الخبز المنفوخ اللي طلبوه العديد من المشتركات. نتاسف على خاطرش بقيت عليكم شويه، وخاصة اللي مازالوا يستنوا في المطلوع باذن الله ان شاء الله راني ندير لكم كامل الطلبات تاعكم بصح بالتدريج، ماشي ما نقدرش نديرهم ضربه واحده. ما بقى لي دوك غير نقول لكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.